صور سيارات الإسعاف التي تصل لمراكز اللجوء لتأخذ مصابين بفيروس كورونا وتحجر المتبقين تكررت كثيرا في ألمانيا، وأحيانا تسببت بمشاكل أمنية من محجورين غاضبين. رئيس مكتب اللاجئين في برلين يعي حجم هذه المشكلة، ولهذا فقد بدأ قسمه بالإعداد لتلقيح اللاجئين في المساكن المشتركة بعد أن صنفت السلطات الصحية ساكنيها في الفئة الثانية من الذين سيتلقون اللقاح. الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مشتركة لديهم خطر أكبر للتعرض للفيروس. بعضهم يعيش في مساكن فيها حمامات ومطابخ خاصة، ولكن آخرين عليهم أن يتشاركوا في هذه الأمور مع آخرين، وهذا يحمل خطر عدوى. محمد الشمري، هذا اللاجئ العراقي، كان واحدا من الذين تشاركوا المطبخ مع العشرات من اللاجئين الآخرين معه. هو وزوجته وأطفاله كانوا يعيشون في غرفة واحدة. والله بالنسبة لي هاي مات يعني حياة بدون حياة، خلينا نقول نسميها يعني، انه خصوصية ماكو، قوانين مفروضة عليك، مطابخ مشتركة كانت هاي السبب الرئيسي بانتشار فيروس كورونا، عوائل هواي انحجرت. غادر محمد سكن اللجوء بعد 5 سنوات طويلة ليعيش الآن مع عائلته في شقته الخاصة، ولكن التجربة تركت الكثير من المرارة لديه ولدى غيره من اللاجئين. اللاجئون تأثروا أكثر من غيرهم، تحديداً أولئك الذين يعيشون في مساكن مشتركة. أحياناً كان يفرض الحجر على 250 أو 300 شخص في سكن واحد، ولكن الأمر تحسن مؤخراً وفتحنا مسكنين منذ أسابيع لحجر المصابين فيها من دون الاضطرار لحجر المسكن بأكمله. ومع ذلك ما زال هناك مسكن في برلين الآن يخضع لحجر كامل. دائرة الهجرة في برلين ستبدأ حملة توعية تستهدف اللاجئين في أماكن السكن الجماعية لإقناعهم بأهمية أخذ اللقاح، فالتلقيح هو السبيل الوحيد لوقف الحجر الجماعي الذي فرض على عدد من مساكن اللاجئين منذ بدء انتشار هذا الوباء. راغدة بهنام، العربية، برلين.